مرحبا يو جايز، بالفيديو بدكم اخبركم عن 5 بيوتي برودكتس او بالاحرى ميك اب برودكتس بالنسبه لي هن فيري اندر ريتد، يعني هدول برودكتس كثير قليل اذا مش بالغلط سمعت حدا عم يحكي عنهم، حتى في برودكتس ما بسمع حدا عم يحكي عنهم. هدول برودكتس لازم يكونوا مور هايب وانا عم بتحبهم اكثر لانه هدول ار اميزنج ميك اب برودكتس عن جد. اي ويش لو كل عالم بتجربهم تتعرف قديش هدول برودكتس عن جد بيعقدوا اند يو نيد ذم in your collection. بس أنا أقول you need them ما بقولها دايما، بس هدول products بيعقدوا لدرجة إنه مضطرية لكم you need them in your collection لأنه هالقد بالنسبة لي هدول products بيستحقوا إنه يكونوا هايد. بس قبل ما بلش خبركم عن هدول 5 products أنا جديد لكم مرحبا ويا أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي ريبيكا، أنا حدا كتير بحب الميك اب ملون، أنا حدا بحب أعلمكم تعرف تعمل الميك اب تبعكم أهين أسرع products أفضل، بجرب أقول لكم شوية ألوان على حياتكم على الميك اب تبعكم. قبل ما بلش بهذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك كومنت أند سبسكرايب، طيب جرس من حلقة من سبسكرايب تعمل تقفل الفيديو أم طلع لكم 2 فيديوز بير ويك. على السريع الميك اب على وجهي له شوية وقت so if it did wear off شوي هيدا انه عم صور بالليل وقلي كذا ساعة حاطة الميك اب. اذا سمعتوا شي بالباك جراوند I'm monitoring my baby كل الوقت so إذا تحرك أو شي you're gonna hear it لأنه monitor دغري حدنا. الميك اب يلي على وجهي ما بعرف إذا بيكون طلع الفيديو أو لا لأنه I'm pre-filming a lot so إذا طلع الفيديو رح تلكم يبزي بسخين أو بخانة المعلومات تحت وإذا لا it's coming soon بس لح بتلاقوا دايما بخانة المعلومات تحت كل شي حطوا على وجهي discount codes ونكون كتير تفاصيل غير. أوكي هلا بتخبركم عن جد عن 5 products 5 beauty products make up products that you need to try. So هدول البرودكتس أنا وقت جربتهم I was blown away بالإفكت تبعهم لدرجة إنه بحكي عنهم على الستوريز على انستغرام يلي هو أكتر ما طرح أنا أكتف عليه بصور لكم التوتوريالز I mentioned them in the videos بس still كتير قليل عالم يلي عم يجربون ما بسمع يعني في some of my followers بقولي جبتهم أنا I'm super happy إنه جبتهم وعن جد هيدا hidden gem بس بالبيوتي كوميونيتي nobody's talking about this and these products they deserve to be viral in my opinion. Our product هيكون عن أكتر products أنا حكي عن on my channel and on my stories على Instagram هن lip liners تبع سان جيرمان. اللي مش مجرب lip liners تبع سان جيرمان، سان جيرمان أول شيء براند لبناني براند بتعقد في عنده a lot of good products بس أكتر شيء أنا بنصحكم فيه من عند سان جيرمان جربوه هن lip liners تبعهم. I'm wearing اليوم shade Birakawo يلي هو my favorite one of my favorite brown brownish shade أو deep brown shade. I love it يلي هو هيدا. Okay. بخلص منه شيء 3 أو 4 بحياتي وهيدا another one that I will be finishing soon. إذا مش مجربين البلاينرز تبع سان جيرمان كتير بنصحكم جربون كتير بحب أحكي عنهم كتير بحكي عنهم and still كتير قليل عالم بتجربون. So some of my followers adore these planners and أنا نصحتهم فيهم بس in the beauty community هدول البلانرز not getting the hype يلي هني بيستاهلوها كتير they do glide on like a dream super pigmented بيضاينوا كتير وقت طويل إذا جا حبيتوا تعبوا فيهم شفافكم you can do that بلا ما يكون عندكم الكراستي لبس إذا بتحبوا ترجعوا تزيدوا منهم خلال النهار كمان ما بيطلع لكم الكراستي لبس أو الفرق بين the two applications من أرخص البلانرز sharpen البلانرز تبرون بي على مثل الأقلام يعني رصاص so good so good and I'm waiting انه ياخذوا حقهم هدول البلاينرز لانه again the formula of these planners one of my favorite formulas من سنين and I did try a lot هيدي الفورمولا is one of my favorite يعني انا وقت بدي اقارن a new formula تبع البلاينرز I compare it one of the formulas اللي بحب اقارن فيهم هن الفورمولا تبع سان جيرمان لانه these are one of my absolute favorites. في عندي هيدا البرايمر من اسنس كثير قليل اسمح انا عم احكي عنه هلا انا ماين مستعملته مستعمل منه منيح اوكي شايفين هون الفراغ بس لانه كنت طبطه بان كانه مش بستعمله بستعمله منه a good quantity هي اللي هو اسمه هلو جود ستاف جلو سيروم اند برايمر او جلو سيروم برايمر هو هايدريتنج سموث بيز وذ واتر ميلون واتر اند نياسينامايد سو هيدا البرايمر انا صراحه اذا بتستعملوا وان بومب ما رح تلاقوا حلو بس بتستعملوا تو بومبس ما في شيء مهم إذا بتستعملوا 2 pumps من هيدا البرايمر رح بتشوفوا الإفكت تبعه. So أول شيء هيدا it's a serum so في غذاء للبشرة في نياسينامايد يلي هو one of the best ingredients if you wanna try it أنا personally كتير بحبه plus it's hydrating يعني بيعطي ترطيب عميق للبشرة و plus smooth base ما بعرف كيف
بيخبي المسام او بيعتمد السموز بيز قبل ما تحطوا المسام وقت بتكون تستعملوه از برايمر للفاونديشن. الفاونديشن بيطلع سموز اون توب. بلس في شغله انه انا اللي بحبه اكثر شيء بالميلك هايدرو كلوب انه هو اتس اي ستيكي برايمر سو بيخلي الفاونديشن باين اكثر. This one كمان نفس الشيء. I don't hear anyone talking about it. هلا اللي انا بحضرهم برا برات لبنان كالي جوش بتقول انه هيدا دوبلا جلو ريسيبي ووتر ميلون جلو سيروم شي من هالنوع ما بعرف اذا ووتر ميلون او لا بس جلو سيروم اوكي. بتقول مقارنتهم وصارت عامله كذا فيديو عنهم وهير هير فيورز بياكدوا هيدا الشيء. انا موست بروبلي ما رح اشتري شيء عن جلو ريسيبي مع سعر الدولار كل وقت انا عم صور لانه الدولار محلى وأبدي بعده على لبنان. بس هيدا عن جد برايمر ما بسمع حدا بلبنان بيحكي عنه مع انه it's a good primer you need to try this primer إذا مش مجربينه get it and thank me later. في عندي 2 براو برودكتس بدي احكيكم عنه. أول براو برودكت احكيكم عنه هو الويبو كات أسو براو لانوري اللي هو كان الفكرة من وراء انه انا عامل هيدا الفيديو. So I have one of my followers اليوم كانت عم تحكيني وعم تقلي قديش حلو بارح عم تحكي مش اليوم عم تقلي قديش حبيت هيدول الكات اوسيو براو لاينرز من ويبو. سو انا اول مره اشتريت ذا لايتر شيد في منه شيد 1 اند 2 ولقيته كتير حلو بيعمل الافكت تبع شعره شعره. سو اي ونت باك اند اي بوت شيد 2 يلي هو اكثر شيء بيناسبني. ليترلي الريشه تبعه رح فرجيكم قديش رفيعه وبس نطفوها للريشه يور غانا بي ايبل انكم تعبوا حواجبكم وتعملوا الافكت تبع شعره شعره انه قديش رفيعه وبس يثبتوا ما بينهزوا. سماتش بروف اند ووتر بروف. إذا أنتوا عندكم فراغات بحواجبكم وما بتحبوا تستعملوا براو جيلز أو أي ثينغ يعني ما عندكم حواجبكم يلي بيقشطوا، أنا حواجبي بيقشطوا شعرات حواجبي سو أي نيد تو يوز أي براو جيل بنفس الوقت. بس إذا بتحبوا البراو إفكت الطبيعي يو نيد تو تراي ذيس. هيدول عن جد سو أندر ريتد. أنا وقتها شفتهم حبيت إنه جرب البرودكت قلت لحالي إنه إذا برودكت منيح لا ما حدا بيحكي عنه بس خليني أجربه ما دام رخيص سوبر أفوردبل بتلاقونه على ذات السوق. رح بتلاقوا كل شيء ديسكاونت كوز لقلبي خانة المعلومات تحت سو دونت وري فبتعبيكم جيبون ارخص اوكي. سو اول ما جبتهم انه انا قلت اكيد ما انه منيح كرمال هيك ما حدا بيحكي عنهم لانه ويبو في عندهم كم برودكت العالم بتحبهم بس قلت لحالي هيك هو كثير رخيص ليت مي جيف ات تراي. انا سوبر هابي ذات اي جيف ات تراي. من احلى البرودكتس على الحواجب تحت يعبوا الشعره شعره. يعني انا بيرسونلي كنت عم فكر كيف بدي اوصي حدا من يو اس اي يجيب لي النكس تبع شعره شعره اللي هو ذا مثل كأنه ليكويد آيلانر بس إنه للحواجب. ما كنت عارف أي شيد يعني أنا وقتها بدي وصي أنا عندي كذا حدا بعرفهم إنه ما يجوا الصيفية على من USA بدي وصيهم كنت على النكس وان بس ما عم بعرف أي شيد I need to try لأنه ما نون شيدز بالتسلسل درجات. So when I saw these قلت أنا يا عمي معقولة معقول خلينا نجرب مدام رخيص. I'm super happy that I did super duper happy that I did لأنه هدول products واو عن جد واو. You need to try them. يعني ما بعرف قديش affordable بس في لكم انه كتير كتير affordable and you can use my discount code جيبون بعد أرخص. Another brow product بتحكيكم عنه كمان كتير حلو وما بسمع حدا عم يحكي عنه. هيدا البراند ما بحس اخد حقه بلبنان وما بتاخد كتير حقه يعني هي براند بال اوكي. في عندي بالتحديد هيدا البرودكت من براند بال اي ادور يلي هو اسمه البراو تنتد مسكر عندي هاشي تو okay. So whenever you wanna get this mascara, بس بالكون إياها البراو ماسكارا جوا شيد أغم من ما أنتو. So شيد 2 مفروض تكون a good match لألي بس هيدا وقتها تنشف بتفتح. Okay. بس هيدا الهول تبع للحواجب تبعكم like no other بتعبيلكم الفراغات بطريقة بتسطل. ما بس ما حدا عم يحكي عنه. Brand Bell I think لازم يشتغلوا أكتر على الـ PR يبعتوا للبلوجرز يعملوا شوية حركة so people can know them لأنه كل شيء أنا بجربه من عند هيدا البراند it's not bad بس الفكرة أنه nobody's talking about it. So بتلاقوا عن شمسين هاوس اوف بيوتي. أنا عملت unboxing للأدفنت كالندر تبع بل وطلع لي هيدا فيها رح تلكم unboxing بزاوية تسكين بخانة المعلومات تحت. I did buy it with my own money so I'm super happy that I did try it لأنه عن جد it's one of the best بس
الفكرة الوحيدة انه جرت شيد اغمق، يعني انا مثلا يمكن شيد 3 كان بيطلع بيرفكت، بس انا ما عندي مشكل انه لانه انا بستعمل مثلا هيدول حتعبي الفراغات اللي عنديهم بحواجبي، واصلا ما عم بيصبوا حواجبي، سو عم يكونوا حواجبي لون شعري الطبيعي اللي هو اغمق بني، وانا عندي هايلايتس، سو هافينج ذس انه شيد افتح عم تعطيني ذا مور ناتشرال لوكينج براوز، بس ما بينهزوا، منهم كراستي براوز، منهم انه هول الحواجب يلي هن ما بينهزوا، لا فيكم تصون ضلكم تحسوا انه هدول شعرات حواجبكم، بس الهول تبع this one is like no other. واخر برودكت احكيكم عنه هو recently it's a product that I'm absolutely loving، هو هيدا ال O2O Velvet Liquid Blush. هيدا اول شيء الباكجينج تبعه feels like luxury packaging، مش كانه packaging خفيف. وعملت فيديو and products that packaging تبعهم feels like high end، وهيدا I did include it in that and I did almost a full face of O2O brand، كانت أول مرة بجربها with first impression and my reaction على كل products. حط لكم الفيديو تبع O2O بزاوية سكرين بخانة المعلومات تحت. And I'm super happy that I did try. هيدا product I was eyeing this product من زمان على O2O بس ما كنت أعمل order. And I'm super happy that I did finally try it لأنه the quality تبع هيدا كل شيء هيدا البرودكت it's so underrated، وله فترة طالع على الماركت، له تقريبا شيء 6-7 أشهر كيف ما كان إذا مش سنة طالع من هيدا البراند. وهيدا البراند again they need to work on their PR أكتر شوي، لأنه لو بيعملوا PR أكتر، لو بيبعتوا للبلوجرز، لو بيعملوا شوي دعايات people will know this brand أكتر، لأنه في عندهم كتير قصص حلوة. الأشادوس تبعهم كانوا كتير حلوين، الفاونديشن منو عاطل، I did try it، رجعت مع كذا برايمر غير، the concealer is not bad بس انه كان شوي غامق علي، the highlighter عندهم حلو، the bouncy blush كمان عندهم حلو، what else did the primer من هيدا البراند، the lip oil، the lip oil بيجنن من هيدا البراند، بس they are not known لأنه they don't work on their PR that much أو عدي عير. بس anyway this product is so underrated. So underrated. الطريقة يلي بنعمل فيها blending. يعني أنا كتير حبيت الشي غلام liquid blushes. وهيدا كتير قريب من الفورمة تبع الشي غلام. The packaging is high-end. ونفس السعر تبع الشي غلام. And I'm super happy that I did try this one. أنا عن جد يعني I was buying the order because I wanted to try this one and I'm super happy that I did the order. Anyway, هدول كان خمسة products بالوقت الحالي in my opinion are very underrated. ما بسمع حدا عم يحكي عنهم at least أنا بالعالم اللي بحضرهم on social media and on YouTube بلبنان ما بسمع حدا عم يحكي عنهم. And I wish لو هدول products بياخدوا حقهم لأنه هدول products كتير 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 بيستاهلوا ياخدوا حقهم. لأنه هيدول برودكتس بيعاتوا. إذا حبيت هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، كل ما بتكون عم تعملوا لايك أكتر كل ما بتكون عم تخبروني إنه هذا ستايل أوف فيديوز بتحبوا تشوفوا أكتر. سو بالمستقبل إذا طلع قدامي برودكتس underrated برجع فرجيكم إياهم in another video مثل هيدا الفيديو. كمان خليني أعرف رأيكم بهيدا الفيديو بخانة التعليقات تحت، وأكيد ما تنسوا تشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم، تبعتوا لهم لينك وتعملوا سبسكرايب للشانل تبعي، دوروا جرس هون حكيت سبسكرايب لما تقفلوا الفيديو، عم طلع لكم 2 فيديوز بير ويك، كل شيء حطوا على وجه ديسكاونت كود وين تلاقوا كثير تفاصيل غير هن بخانة المعلومات تحت، بالإضافة لكثير فيديوز أنا عملتهم بيعلمكم تصيروا أحسن الميك اب تبعكم أو على ريغوني ميك اب كولكشن أند ألار بليس وكثير قصص غير، أند أول أوف ماي سوشيال ميديا بلاتفورمز هن كمان بخانة المعلومات تحت، اعملوا فولو عليهم كلهم، سبيشال انستغرام أنا أكثر شيء أكتر هونيكي، وعم جرب كون اكتف باك اون تيك توك، سو كمان عملوا فولو على تيك توك سو اي كان جو لايف معكم فرجيكم مور ميك اب تيبس تريكس اند ميك اب توتوريالز. بدي اشكركم على وقتكم الثمينه اذا بدكم تحضروا هذا الفيديو بهذا الوقت، كان فيكم تعملوا كثير قصص صغير بس انتم بتعقدوا قررتوا تقضوا هذا الوقت معي اند اي لاف يو ا لوت فور ذات. اذا عم تحضروا الفيديو للاخر اكتبوا لي بخانه التعليقات تحت شو هو اكثر برودكت من بين هول الخمسه اللي انا حكيت عنهم انتم حابين تجربوا you are interested in، حكي عنه شجعكم جربوا، اتركوا لي هيدا الشيء بخانة التعليقات تحت، عم تحضر الفيديو للاخر، اشكركم من قلبي على هيدا الشيء، I love you all، وإن الله رد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي.